لسائق السيارة والمرافق معاه فيه كلام ليهم يا ناس. وفي البداية كلامي لسائق السيارة: يا سائق السيارة خليك دايما إدارة، وفي طريقك كن محافظ، والكل غلطة انت لاحظ. انت انسان أمانة، اوصل بالسلامة، ما تخلي حاجة تاخدك لسكة الندامة، وارفض اي تحدي مع اي حد معدي، خليه يعدي هو ووصل بالسلامة. واوعى في لحظة تفكر الرزق هيجي اكتر من غير ما تكون مفكر توصل بالسلامة. الرزق مش فلوس وبس، من الرزق تكون محافظ على الناس وعلى السيارة وتوصل بالسلامة. واحسبها بكل حالة، واحسبها في كل حاجة، بفكر واي آلة هتعمل ايه الفلوس لو ضحت انت وغيرك وراحت السيارة. يا سائق السيارة خليك كده إدارة، ما تخلي حاجة تاخدك وتخالف الإشارة. ويكون دايما في ذكرك مقولة يقيم في فكرك: التأني فيه السلامة، والعجلة فيها الندامة. ناس بتضيع بسببك لو انت لاغي فكرك، ناس بتضيع بسببك لو انت لاغي فكرك. ركز في الإدارة يا سائق السيارة، واعمل مليون حساب ليوم هيكون حساب في الدنيا أو في الآخرة، محد يموت بسببك وانت بتقود السيارة، أو يحصل له أي سوء وانت برضو بتسوق يا سائق السيارة. اعمل اللي عليك في كل لحظة تجيك بحرص واستشارة، بفكر يزيد إدارة يا سائق السيارة. وانت يا كل مرافق لسائق السيارة، زميل أو راكب زبون في السيارة، أو انت ناس من أهله معاه في السيارة، خليك دايما رفيق ذكي في الطريق. ما تشغلوش في حاجة تاخده لأي شيء عشان يثبت بفكره ويتابع الطريق. وما تشغلوش بخبتك، متأخر خش شوية، ابقى اطلع بدري شوية، انت بلاش الصربة عادية وتصربح في السواق بخبتك القوية دي. مالكش فيها ذنب وهو برضو ملوش، يمشي على طبيعته وهي دي الظروف. يمكن افضل ليك وصولك في المعدة مدام مالكش ذنب في الوقت اللي عدى. عايزين نكون واعيين ركاب وسائقين، وكل واحد فينا يقوم بدوره سليم، وناخد بالأسباب، مفيش في ايدينا حاجة غيرها.